محمد بن بريك المري. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا تعلن بداية انطلاقة الشوط الرابع عشر، وسيارة مقدمة من أبناء المرحوم إن شاء الله راشد بن حمد بن غدير الكتبي، تويوتا كروزر بيك اب للفائز بالمركز الأول. كما ننوه على السادة الفائزين معنا بالكؤوس في هذا اليوم وفي هذا المساء، عليهم ضرورة التواجد بعد نهاية الأشواط مباشرة في مكاتب اللجنة المنظمة لسباقات اللجن والكائنة بقرب ميدان 8 كيلومترات، لأن بعد ختام الشوط مباشرة سوف يكون التكريم على الهواء مباشرة عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث الكبير، مهرجان المونديال لسباقات الهجن العربية الأصيلة. إذن ينطلق الشوط الرابع عشر، وفيه الكلمة تنتقل للزميل فايز بن غفان الجابري ليتابع معكم أدق تفاصيل المنافسة في هذا المجد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، شكرا لكل الزملاء على التواصل، شكرا سعد بن مثلع العتيبي. وها هي انطلاقة إذن هذا الشوط الذي نتابع منه الانطلاق والتحدي، وشوطنا الذي انطلق في هذه اللحظات، شوط الرابع عشر في مجموعة الأشواط، والشوط الرابع عشر الخاص بالحجايق بكار لأبناء القبائل، سيارة تويوتا لاند كروزر بيك أب مقدمة من أبناء راشد بن حمد بن غدير لقتبي. نتابع هذا الشوط، نتابع بن طغان على الصدارة، العلي بن محمد بن فطيس المري على الصدارة وعلى المركز الأول، الشايبة في المركز الثاني للسيد سلطان بن إبراهيم بن محمود المحمود من تاتي على ثاني المراكز، وهنا نوف لمحمد بن حمد بن نصرة العامري، وعلى المركز الرابع الشبلة العبد الله بن راشد القتبي من تاتي على المركز في هذه اللحظات، الرابع عبد الله بن راشد بن متفيق الكتبي من تاتي على المركز الرابع وخامس المراكز، المركز الخامس وخامس المنطلقين في هذا الأداء الجميل. هنا تاتي خيرة لسعيد بن علي بن راية المري من تاتينا على المركز الخامس. هذه هي النتائج للخمس المراكز الأولى في مسيرة هذا الشوط وهذا الانطلاق والتحدي والإثارة. نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول حيث بدأنا الانطلاق وإذاعتنا، وهنا الشايبة من غيرت النتيجة رأس على عقب وانتزعت الصدارة والمركز الأول لسيد سلطان بن إبراهيم بن محمود المحمود. أما ثاني المراكز هنا نوف للسيد محمد بن حمد بن نصرة العامري من تأتي على المركز الثاني، ثالث المنطلقات الشبلة العبد الله بن راشد لقتبي من تأتينا على المركز الثالث، والثلاث المراكز الأولى، رابعا خيرة لسعيد بن علي بن راية المري من تأتي على المركز الرابع، خامس المراكز بن صغان العلي بن محمد بن فطيس المري، ولكن أرى التسللات قادمة، التسللات والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى المقدمة إلى الصدارة بعد أن أنهينا الخمسة المراكز الأولى، وهناك الشايبة وهي شباب وفي ريعان الشباب، الشايبة للسيد سلطان بن إبراهيم بن محمود المحمود على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، وشعار هجمة من نالت إحدى السيارات في سباق مساء هذا اليوم، وودد السلام لأهالي العاصمة أبو ظبي في هذا الانطلاق والتحدي. المركز الثاني نوف لمحمد بن حمد بن نصرة العامري، وصلت هنا هنا القادمة في هذه اللحظات هملولة هملولة لسيد سعيد بن محمد بن معتوق العامري من تأتي على ثاني ثالث المراكز، خيرة لسعيد بن علي بن راية المري تأتينا على المركز الرابع، خامس المراكز مزن الفهد بن سيف أبو سعيد الخيارين من تأتينا على المركز في هذه اللحظات. هنا أيضا انطلاق والتحدي الجميل يا
سلام على مركزنا الخامس يا سلام. إذن الإثارة وبدأ الزحف، الزحف من المراكز المتأخرة إلى المراكز الأولى مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولكن هنا الشايبة من تسيطر كل السيطرة على صدارة هذا الشوط، تسيطر على المقدمة وجائزة هذا الشوط. اللاند كروزر البيك أب المقدم من أبناء المرحوم راشد بن حمد بن غدير لجتبي، والشايبة تسيطر على زمام الأمور، على الصدارة، على المقدمة، تغرد خارج السرب بأداء وعرض جميل. إذن الشايبة للسيد سلطان بن إبراهيم بن محمود المحمود على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. المركز الثاني وهنا خيرة لسعيد بن علي بن راية المري، وقدوم من جبار المطر بن حمد بن عميرة. الشمس قادمة بكل قوة، هنا أيضا في صحراء واسعة قادمة بكل أداء جميل لسيد محمد بن سهيل بن عرضي. الحميري قادمة بكل أداء جميل لسعد العلي بن هويدي. العجمي قادم أيضا في هذه اللحظات، وهنا أيضا ملحان بن راشد بن حبيبة. المري مع المرعوشة قادمة في هذه اللحظات، ولكن هنا بن عميرة من غير جبارة مطر بن حمد بن عميرة. الشامسي من غير على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. في المركز الثاني، في ثاني المراكز للسيد منصور بن محمد بن سهيل بن عرطي الحميري، والمركز الثالث خيرة ومن قيادة سعيد بن علي بن راية المري. مرعوشة رابعا لملحان بن راشد بن حبيبة المري. يالله، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول، وجبارة في الصدارة، جبارة في الصدارة في المركز الأول وصدارة في هذا الشوط. المطر بن حمد بن عميرة الشامسي، سلام 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 لأهالي مدينة العين على هذا الأداء الجميل. تهانينا للسيد مطر بن حمد بن عميرة الشامسي على هذا الفوز الجميل، ومشكور يا علي يا بن راشد يا الغيلاني على هذا الأداء الجميل. الناموس المركز الثاني فيل ومن قيادة محمد بن سهيل بن عرضي. الحمير المركز الثالث، المرعوشة الملحان بن راشد بن حبيب. المركز الرابع خيرة ومن قيادة للسيد راشد سعيد بن علي بن راية. وفي المركز الخامس من وصلت في المركز الخامس العلي بن هويدي أيضا العجمي. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا مشاهدينا الكرام 7:43.88 جزء من الثانية، اللي هي جبارة لسيد مطر بن حمد بن عميرة الشامس. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. أما المركز الثاني مشاهدينا الكرام مع انطلاقة شوط الوداع التي تمت على الكادر السفلي أيضا هنا في 7:43.19 تهانينا والناموس سيد محمد بن سهيل بن عرضي الحميري. أما المركز الثالث كان مشاهدينا الكرام من نصيب اللي هي المرعوشة الملحان بن راشد بن حبيبة المري. تهانينا.